يمكن في شباب كتير وهي بتحط كده خطط لمستقبلها، انا احط خطط عايزه ابقى ايه، حد كده واو. يعني دايما بنحط لنفسنا حاجات تعجيزيه، يعني نقدر نقول كده حاجات مستحيله التنفيذ. راي حضرتك ايه بقى؟ ما هو دي من ضمن شروط الرؤيه، ان انا ما احطش هدف او رؤيه تكون مستحيله. زي ايه؟ واحد يقول لك انا بحلم ان انا اطير في الجو، هل ده ممكن؟ هل ده معقول؟ يبقى دي ما تنفعش رؤيه، او ما ينفعش هدف اصلا ان انا اطير في الجو. فبالتالي لازم انا مش احط خطط لحاجه انا موجوده اوريدي، لا انا عايزه احط خطط وحاجات انا بحلم بيها انها تكون، يعني هي مش موجوده اوريدي وانا عايزه اعملها. ماشي، ما ده حلو، بس في نفس الوقت في شروط للهدف. اي هدف في حياتي لازم أن يبقى له شروط، من ضمنها ايه؟ هو بنسميها بالانجليش سمارت بلس. سمارت اس اللي هي اختصار سبيسيفيك، ومعناها ان الهدف بتاعي لازم أن يكون محدد. محدد يعني ايه؟ بيحكى ان في اتنين مهندسين راحوا يصلحوا محطه تقويه قمر صناعي، او تقويه محطه اللي هو اتصالات فوق احد العمارات. فهم ماشيين قابلوا العماره، طلعوا اخر ما طلعوا واحد بيقول لزميله ايه، بيقول له عندي ليك خبر حلو وخبر وحش. ايه؟ قال له اول خبر الحلو ان احنا وصلنا، ان وهم رايحين لقوا الاسانسير عطلان، فاضطروا يطلعوا، وكام ادوار كتيره حوالي ما يقرب من 37 دور. بعد ما طلعوا بيقول له خبر حلو وخبر وحش. خبر الحلو ان احنا وصلنا الحمد لله. الخبر الوحش ايه؟ العماره مش هي انا رحت العماره اللي جنبها. الهدف راح مني خالص. بالظبط. فبالتالي الهدف بتاعهم ضاع. ليه؟ عشان ما كانش محدد. انا لو محدد وعارف انهي عماره اللي انا هخشها وانهي مبنى اللي انا هخشه، وفي الحاله ده هقدر اوصل للهدف بتاعي بسرعه. طيب احيانا مننا بيتغافل نقطه مهمه جدا وهي الوقت، عنصر الوقت بقى وانا بعمل الخطط بتاعتي. ما هو لازم في الوقت. انا ما كملتش على فكره موضوع الهدف. اول حاجه يبقى محدد، تاني حاجه يمكن قياسه. بمعنى انا لو عايز ابني عماره والعماره دهيت مكونه مثلا من 12 دور، كل فتره لازم اشوف انا وصلت لحد فين، خلصت قد ايه من العماره اللي انا عايز اعملها. فبالتالي لازم أن يبقى الهدف يمكن قياسه، اللي هي ميجربل. بعد كده الهدف لازم أن يبقى هدف حقيقي. ما ينفعش اقول انا عايز اطير وده حاجه ما ينفعش تتحقق. لكن الهدف من شروطه ان هو لازم يكون بيتحقق. بعد كده الار ريابل او ريالكس، او يعني مرن، يعني بمعنى صح. انا عايز انجح مثلا، انا طالب في ثانويه عامه وعايز انجح بمجموع 100%. لو انا جبت 98 طب ما انا نجحت. لو عديت ال 100 101 102 زي ما كان بيحصل في بعض الاوقات، صحيح، يبقى كده نجحت برضك. فبالتالي الهدف بتاعي لازم يبقى مرن. والتي اللي هو تايمد، لازم يبقى محدد بوقت. يعني بمعنى صح ايه؟ انا عايز انجح. طب ماشي، ما انا ممكن انجح السنه دي، ممكن انجح بعد 5 سنين، ممكن انجح بعد 10 سنين، افضل اسقط وبعد كده انجح. لا، لازم الهدف بتاعي يبقى محدد بوقت. امتى انا عايز انجح؟ عايز انجح السنه دي، يبقى لازم اذاكر كويس السنه دي عشان اقدر انجح، وهكذا. لو انا عايز ابني عماره، ممكن الواحد يبنيها في سنه، ممكن واحد يبنيها في 5 سنين ولا 10 سنين. صح؟ فبالتالي لازم أن يبقى الهدف بتاعي متحدد بوقت. انا عايز او عايز الهدف دوت في وقت قد ايه؟ وبالتالي عنصر الوقت ده مهم جدا في التخطيط للمستقبل.